حيث تحدث المصدر أن انعقاد القمة الثنائية رفيعة المستوى الرابعة بين الجزائر وروما قد تكون هذه المرة برئاسة جورجيا ميلوني بالجزائر، فتساؤلات إن فعلا ستعقد كذلك قمة ثنائية رفيعة المستوى. زيارة جورجيا ميلوني للجزائر كما سبق وأشرت لم تكن الأولى في هذه السنة 2022، فالزيارة تعتبر الثالثة. في نقطة أخرى سأبحث فيها مع ضيفي الكريم عبر الهاتف إن كان أمكن نقطة أخرى أتحدث عن المبادلات التجارية بين الجزائر وروما. المبادلات التجارية فاقت المستويات المتوقعة حيث بلغت 10 ملايير يورو عام 2022، منها أكثر من 8 ملايير يورو واردات إيطاليا معظمها غاز طبيعي من الجزائر نحو إيطاليا بوابة أوروبا. أتحدث كذلك عن معالم ترسمها الشراكة الجزائرية الإيطالية في إطار زيارة ميلوني بين الجزائر وروما خلال المرحلة المقبلة في القطاعات الاستراتيجية. القطاعات الاستراتيجية التي ستكون على طاولة محادثات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية ستكون ليس فقط في ملف الطاقة وفي قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، بل ستتجسد الشراكات الجزائرية والإيطالية في قطاع الطاقة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الفلاحة والبناء والسكن والأشغال العمومية حسب المصدر الدبلوماسي وسفير إيطاليا بالجزائر الذي تحدث للصحيفة الإيطالية البيارتو. إذن كما سبق وأشرت فالمحادثات الإيطالية هي صور لرئيسة الوزراء لدى استقبالها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد حلولها هنا بالجزائر في إطار محادثات في تبحث سبل تعزيز الشراكات الجزائرية والإيطالية. هناك حديث عن تمديد أو تعزيز إمدادات الطاقة لإيطاليا وملفات أخرى سأناقشها مع ضيفي الكريم الأستاذ محفوظ كاوبي المحلل الاقتصادي. أرحب بك معنا، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. إذن سيد محفوظ كاوبي، في ورقة طريقي هنا التي كنت قد بحثت فيها في عديد الملفات التي يمكن للجزائر أن تستغلها في إطار شراكاتها وعلاقاتها الاستراتيجية بإيطاليا، هي الزيارة كما سبق وأشرت لم تكن الأولى من وفد رفيع المستوى من طرف رئاسة الوزراء في 3 أشهر فقط، هي تعتبر الزيارة الثالثة. إذن سنتحدث بزيارة ميلوني في هذه الزيارة المهمة بالنسبة للجزائر ولإيطاليا على حد سواء، أي ملفات لها الأولوية في محادثات ميلوني والرئيس تبون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ميلوني هي قادمة من أجل تأكيد شيء مهم، وهو أن العلاقات الاستراتيجية التي نسجت من قبل ستعمق في المرحلة القادمة. كانت بعد اعتلائها رئاسة الوزراء منذ أشهر بيّنت بأنها ستعمل على توطيد العلاقات مع الجزائر من أجل أولا توفير الأمن الطاقوي لإيطاليا، ولكن أيضا من أجل توسيع التعاون الاقتصادي مع الجزائر، إذ سيكون هذا التعاون الاقتصادي في إطار في مجال البتروكيمياء وفي مجال الغاز سواء من ناحية التنقيب أو الإنتاج أو التحويل، وهو أمر مهم كما تقدمتم أيضا هو في إطار الطاقات المتجددة، وهو أمر بالغ الأهمية لأن الفرصة الآن فرصة مواتية لإعطاء كل الأولوية لهذا القطاع من خلال تجسيد شراكات عميقة في هذا المجال. بما أننا نتحدث عن قطاع الطاقة بحتة ربما ننور متابعينا الأكارم فعلا أنه في ضوء التطورات الدولية الراهنة والملف
الطاقوي الذي يسيل الحبر كثيرا في القارة العجوز أوروبا. الآن نتحدث عن استثمار إيطاليا في علاقاتها الضاربة في التاريخ مع الجزائر في إطار إمداداتها بالغاز، لكن حتى الجزائر يمكن أن تستغل علاقاتها المتميزة بإيطاليا، لأنه حتى وإن يبدو هذا السقف عاليا بالنسبة للجزائر في زمن قريب، فتحتاج الجزائر إلى دعم إيطالي في إطار عملاق الطاقة الإيطالي شركة إني وشركاتها الجزائرية مع هذه الشركة إني في تكثيف استثماراتها في مجال التنقيب وإنتاج الغاز وحتى تصدير الغاز، ليس كذلك أستاذ محفوظ؟ نعم، تصدير الغاز. ينبغي أن نعلم بأن إيطاليا يمكن أن تكون البوابة، بوابة الغاز الجزائري لبلدان أوروبية من بينهم ألمانيا أساسا التي يمكن أن تكون شريك آخر في حلقة استراتيجية مهمة في هذا المجال. إذن ولكن الأمر المهم هو زيادة في الطاقات الإنتاجية، زيادة في طاقات النقل، وهذا أمر مهم للغاية، زيادة من إمكانية الجزائر في بلوغ مستويات كبيرة في إنتاج الغاز المميع، وهذا أمر مهم سيناقش وستمر في اعتقادي سنمر إلى السرعة القصوى في الأشهر القادمة. وكما تفضلتم فإن إيطاليا ستكون شريك استراتيجي لتصدير وتسويق السوق الغاز الجزائري في الدول الأوروبية المهمة، على سبيل المثال ألمانيا. إذن شراكة استراتيجية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن فيه توافق أكثر مع الحكومة الحالية حول كل الملفات بما فيها الملفات السياسية، الأمر الذي سيعطي دعم أكثر للملف الاقتصادي الذي لن يبقى حبيس مجال المحروقات، بل هو مؤهل على أن يذهب إلى القطاعات الأخرى. الصناعة مثلا بدءا بصناعة السيارات. طيب قبل أن نمر لصناعة السيارات أستاذ محفوظ كوبي، سأبقى معك في هذا الشأن وإمدادات غاز الجزائر إلى إيطاليا. بحوزة أرقام تثبت أن عزيمة الجزائر ورمى على حد سواء للوصول إلى طبعا رقم مميز في إطار إمدادات غاز الجزائر إلى إيطاليا. إذن ارتفعت إمدادات الغاز إلى إيطاليا الجزائر طبعا من 21 مليار متر مكعب عام 2021 إلى 25 مليار متر مكعب في 2022، والمرتقب أن تصل لعتبة 30 متر مكعب عام 2023 و24. بطموح الجزائر لرفع صادراتها الغازية إلى نحو 56 مليار متر مكعب إلى 100 مليار عام 2023، إلى أي مدى يمكن أن تخدم العلاقات الجزائرية الإيطالية الهدف وبلوغ الجزائر هذا المسعى؟ هي الإمكانيات متوفرة لأن فيه طاقات إنتاجية يمكن أن تكرس على الميدان في سنة 2023 و2024. إذن شهدت 2023 زيادات حجم التصدير كما ذكرتم ب 3.5 مليار متر مكعب، وهو أمر مؤهل على أن يكون في زيادة بالنسبة للسنوات القادمة، سواء متوجه إلى إيطاليا ولكن المتوجه إلى الدول الأوروبية الأخرى. ولكن الأمر في المنبع مرتبط بزيادة الإنتاج، إذن ينبغي جليا أن القدرات الإنتاجية تمر إلى مستوى آخر من التأهيل، سواء عن طريق زيادة إنتاج الحقول الموجودة الآن أو زيادة الاستثمارات في مجال التنقيب والإنتاج. الأمر غير مرتبط فقط باستثمار على المدى القصير، بل الشراكة الآن الاستراتيجية هي مؤهلة على أن تمتد للعقود المقبلة، لأن لا يمكن أن نتصور شراكة استراتيجية على مستوى أو مدة سنة أو سنتين، بل ما يربط الجزائر الآن وما سيكرسه الاستثمارات القادمة في مجال مع شركة أوني وغيرها من التجمعات الكبرى في مجال الطاقة، سيذهب إلى استثمارات سيكون عائد الاستثمار على مدة 15 سنة 20 سنة. إذن يجب أن نتكلم الآن، نمر إلى منطق آخر
في التعاون الاستراتيجي في جميع القطاعات، بدءا من الأمر المهم وهو الطاقات، ولكن ليس فقط إنتاج طاقة وتصديرها، تحويل المحروقات في مجال البتروكيمياء يعتبر من المشاريع المهمة التي من المفترض أن تكرس بشراكات في الأشهر القادمة في زيادة قدرات إنتاج الغاز المميع، وهو أمر مهم للغاية في مجال إنتاج الديريفي المواد المشتقة من البترول في مجال البلاستيك وغيرها. إذن الآن فيه محور هو في إطار التكريس في مجال التعاون على مستوى المحروقات، وأيضا وهذا أمر مهم، وأيضا في مجال الصناعة في الطاقات المتجددة، لأن المشاريع هي في طور البلورة وفي طور التركيبات المالية التي ستكرس على المدى القصير بمشاريع في مجالات الطاقة الشمسية وفي مجال تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية، وبالتالي تصديره وتوزيعه إلى مناطق أخرى إيطاليا وغير إيطاليا. نعم، هذا هو المسعى، لأنه حتى وإن كانت الجزائر بوابة إفريقيا، إذا اليوم الجزائر حتى وكما سبق وأشرت تسعى من خلال إيطاليا دخول للسوق الإفريقية من بوابتها، تسعى كذلك إيطاليا لدخول السوق الإفريقية من بوابة الجزائر. فحسب السفير الإيطالي بالجزائر جيوفاني بوليزي الذي أكد أن الشراكة الجزائرية الإيطالية تعتبر بوابة أمام الأسواق الأوروبية أو الأفريقية بالنسبة لروما أو بالنسبة للجزائر، خصوصا بالنسبة للجزائر التي تتميز بسرعة نمو متميزة. إذن هنا من هذا الشق سأمر معك لنقطة السيارات التي تراهن الجزائر على التعاون خصوصا مع شركة فيات ومجمع سيلانتيس الإيطالي لصناعة السيارات لإنجاز أول مصنع متكامل بعد محدودية نجاح الشراكة بشركة رينو الفرنسية. نشير فقط إلى أن الجزائر وإيطاليا كانا قد وقعا عقد الشراكة في أكتوبر مع مجموعة فيات اتفاقا لإقامة مشروع تصنيع السيارات لفيات هنا بالجزائر مطلع العام الجاري. إذن إلى أي مدى يمكن للصناعة صناعة السيارات بالجزائر أن تكون بوابة لشراكة متميزة وواعدة بين الجزائر وإيطاليا؟ الاتفاق يبين على أن فيه منطق براغماتي من قبل الجانبين. إذن عملية التركيب وفق للقانون الذي يحكم أو التنظيم الذي يحكم عملية تركيب السيارات، والذي يوفر نسبة اندماج على الأقل 10% بالنسبة للسنة الأولى على أن تمضي هذه نسبة الاندماج لتبلغ 30% على 3 سنوات. إذن شركة الإيطالي الجروب المجمع الكبير قبل بشروط ومر إلى السرعة القصوى من خلال إقامة شركة ستنتج بالنسبة للسنة الأولى 60,000 أو ستركب 60,000 مركبة، على أن توسع العملية من خلال توسيع منطق المناولة وقيام بعملية اندماج أكثر باستغلال كل الفرص المتاحة سواء عن طريق تركيب عن طريق إقامة مجمعات pour l'emboutissage او العمليات الاخرى. إذن مفروض ان هذه التجربة ستكون احسن بكثير من التجربة التي كانت من قبل، ومنطقي جدا انه اذا استمر النمو في مجال المناولة وإذا استخلصت كل الدروس من المراحل السابقة فستكون هذه التجربة تؤهل الجزائر على أن تكون قطب صناعي خلال شراكة مع إيطاليا، حتى تكون عملية التركيب تستوفي نسبة الاندماج لكي
تستغل أو تتواجد هذه المركبات على مستوى السوق الإفريقي. نذكر فقط على أن في اتفاقيات منطقة إفريق السوق الإفريقي يجب أن تكون نسبة اندماج بنسبة 40% حتى يكون للمنتج الامتيازات اللازمة أو الامتيازات ليسوق منتوجه في السوق الإفريقي. إذن في اعتقادي أن الشريك الإيطالي واعي بهذه الفرص التي تتاح، علما بأن إفريقيا ستكون منطقة كبيرة وسوق لا بأس به في المستقبل. إذن عملية الشراكة في مجال صناعة السيارات يمكن أن تكون مثال أو تكون مصدر لإلهام العديد من الشركات حتى تنوع استثماراتها في الجزائر في قطاعات أخرى، سواء كانت صناعية أو صناعات غذائية أو حتى في مجال الفلاحة وغيرها. لا نبقى في مجال طبعا صناعة تصنيع السيارات بالجزائر الإيطالية، حيث يمثل ملف تصنيع السيارات الإيطالية هنا بالجزائر إحدى الرهانات الحقيقية كذلك لزيارة بيلوني للجزائر لدى استقبالها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتنويع الشراكة بين البلدين، يعني خارج قطاع الطاقة والمحروقات. الآن إلى أي مدى يمكن أن يعزز دخول شركات إيطالية أخرى هذه الزيارة؟ طبعا إلى أي مدى يمكن أن تثمر بشركات في قطاعات أخرى أو في قطاعات قد تكون مختصة في صناعة قطع غيار السيارات للسوق الجزائرية في إطار المناولة، لأنه نعلم أن إيطاليا رائدة في هذا المجال. قطاعات المناولة الآن في الجزائر هو في مراحله الأولى، لا يجب أن نضغط على هذا القطاع أكثر من اللازم، إعطاء الوقت حتى يتتم فيه عملية الاندماج الصناعي، لأن الأمور على المستوى الصناعي تمر عبر وفق رزنامة التحكم التقني. إذن الجزائر حقيقة تتوفر على إمكانيات في قطاع المناولة، ولكن ينبغي إعطاء الوقت اللازم حتى يكون فيه اندماج، حتى يكون فيه تنويع، لأن المعايير العالمية في مجال إنتاج السيارات تحكمها الدقة وتحكمها معايير ومبادئ تنافسية كبيرة. لذا فإن حتى لما نتفحص الإطار القانوني المتعلق بإنتاج السيارات فإنه يعطي 4 سنوات و5 سنوات كوقت من أجل إقامة هذه الاتفاقيات وإقامة علاقات المناولة. لذا فإن الأمر لا يجب أن نتسرع كثيرا، فإن إقامة صناعات كبيرة فيها تحكم تقني وفيها تحكم من ناحية في مجال المناولة خاصة يأخذ وقت. لذا فإن نستبشر حين بأن تكون فيه بداية هذه السنة على أن تكون الأمور وفق منطق تعاون ومنطق أسواق واحترافية. لذا فعلى المؤسسات الجزائرية أيضا أن تغير من منطقها وأن تجعل من منطقها هو منطقة الامتياز ومنطقة التنافسية حتى يكون ذلك عنوان لعملية اندماج مع فيات ومع غيرها من الشركات التي يمكن أن تنبعث في الوقت القادم، علما بأن الآن ينبغي أن الفرصة الحالية الموجودة وهي إعادة توطين العديد من المؤسسات نتيجة مشاكل التموين من الغاز في أوروبا، بمعنى أنه فيه شركات كبيرة تفكر جليا في عملية ديلوكاليزاسيون، أي لتذهب في الملاذات التي يكون فيها وفرة لموارد في إطار إعادة تنورة الأولويات. نقطة أخرى فقط صغيرة أريد الإشارة إليها سيد محفوظ قوبي، الوقت يداهمنا، بقي من الوقت دقيقة ونصف، أريد أن أناقش معك فيه نقطة مهمة. الجزائر طبعا تسعى للاستفادة من التجربة الإيطالية في عديد المجالات التي تكون بها إيطاليا رائدة، إيطاليا كذلك رائدة في إطار الشركات الناشئة
المئة الذي يشكل 90% من نسيجها الإنتاجي. الجزائر مهتمة بتجربة المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في إيطاليا التي تشكل كما سبق وأشرت 90% من نسيجها الإنتاجي. برأيك كيف يمكن للجزائر أن تستفيد من هذه التجربة لتشجيع شبابها للانخراط في إنشاء شركات ناشئة، ليس فقط في إطار امتصاص البطالة بل أيضا في إطار رفع النمو وتطوير الاقتصاد الذي يهدف للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني؟ حقيقة سيدتي، فتح المجال للشركات، تمكين حركة الأموال، تمكين حركة بين رجال الأعمال وإنشاء شركات تتنافس على مستوى الأسواق، هذا هو الطريق الصائب لأن نستخلص دروس، لأن عبر الاحتكاك وعبر الشراكات وعبر التنافس يمكن أن نزيد من قوتنا ويمكن أن نزيد من عدد شركاتنا في هذا المجال. ما فيش حلول أخرى، الحل الآخر حرية أكثر، تنافس وعملية شراكة، هذه هي المفاتيح التي يمكن أن تعطينا قوة في المستقبل وتخلينا نستفيد من تجارب إيطاليا أو غير إيطاليا رائدة في المجالات الصناعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية الأخرى. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ محمود قوبي، محلل الاقتصادي، كنت ضيفي عبر الهاتف وشاركت معي في أثراء نقاشنا الأول للفترة الإخبارية المتواصلة معكم لغاية